دوري أبطال أوروبا، حيث شارك محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني المصري والمحترف في صفوف روما الإيطالي، شارك في تعادل فريقه مع فريق برشلونة الإسباني بهدف لكل منهما في افتتاح لقاءات المجموعة الخامسة بدوري المجموعات لأبطال أوروبا، والتي استضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما. وافتتح التسجيل الفريق الكتالوني عبر لويس سواريز في الدقيقة 21، ثم تعادل لروما لاعبه فلورينزي في الدقيقة 31. وتضم المجموعة الخامسة أيضا باير ليفركوزن الألماني، ويأتي وباتسلاف أو بوريسلاف بطل روسيا البيضاء، الذي اكتسحه الفريق الألماني بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. وإلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية. نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، في رعاية الله وأمنه.